نبقاو نوصلوا الاصوات ديالنا ان شاء الله تعالى وبك في المؤازره ديالنا في هذا الاعتصام وهاد الاحتجاجات اللي كيقوموا بها جميع الاطر الاداريه اللي كتطالب بالحقوق ديالها تحت شعار الاطار والكرامه وتحت شعار اللاعوده الى تحقيق جميع المطالب كما كتشوفوا احنا راه واقفين قدام المديريه الاقليميه حضور التنسيقيات الثلاث وحضور جميع الهيئات والاطر النقابيه والجمعيات المسانده والتضامن الجامعي. وبهذه المناسبه احنا نقول صامدون الى تحقيق جميع المطالب ولا تراجع ولا تكاسل. وهذه المره الاداره التربويه يعني علنت انها رغم الصبر در ديالها لسنتين والوعود الكاذبه التي لم تحقق فقد انتفضت مره اخرى لتحقيق كل المطالب المشروعه والقانونيه. اولا لتحقيق كرامه الاطار الاداري ثم للنهوض للمؤسسات التعليميه والتربويه في جميع انحاء المغرب. وحنا هنا صامدون الى تحقيق اخر مطلب ان شاء الله وتحيه لكم على هذه المؤازره. شكرا عاصمة بريس على المؤازره وعلى المسانده تحياتي. اي خطوه نضاليه غتجي في المحطه الثانيه هذا اذا لم تستحي الجهات المسؤوله وتفك المشكله. احنا عطينا شهر راهم اللي بغاو يخرجوا المراسيم قلنا خرجوا في يومين وفي سيمانه احنا عطيناهم شهر باش يخرجوا مرسوم وكاين متوافق حوله ما خرجش. احنا صامدون مناضلون وكنأكدوا على استمرار عمليه التعبئه والتحسيس ونحضروا جميع الاخوان ديالنا ونتسامحوا لهم العذر. المحطات القادمه اهم بقينا احنا الحمد لله احنا منجحين جميع الخطوات. بقينا المعتصم ديال اليوم 23 مارس و25 ان شاء الله تعالى سنكون حاضرين بقوه. احنا دزنا المرحله الثانيه نتجاوزوا الاقليم باش يتم توحيد اش كنقولوا الرياح باش تشكل وتشكلنا الريح العافيه تاع الاداره التربويه. انا حلفنا القسم الا نخون اخواننا على ولي طال الزمن لابد يوما ننتصر كل القيود الظالمة لابد يوما ستنكسر 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 ستنكسر. كما قلنا فإن المحطات القادمة إن شاء الله أكثر أهمية غادي نوصلوا الصوت ديالنا. ديك الوديان الصغيرة ستتشكل لتشكل واديا كبيرا يشكل زحف الإدارة التربوية نحو تحقيق مطالبها المشروعة والعالمية.